سياسة الضغط على الحكام. الموضوع ده أنا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، لأنه هناك سياسة للضغط على التحكيم مستمرة من قبل المنافسين عشان يرجع موضوع الاحتواء أن يكون كاملا. عايزين الاحتواء كله، رغم أن القرارات اللي في صالح أي نادي تاني غير النادي الأهلي مفيش أي قرار ضدهم إلا لما يكون هناك في احتواء. هو مش عايز درجات للاحتواء، يعني احتواء الاول، احتواء بشكل او باخر، وبعدين احتواء اكتر شويه، وبعدين الاحتواء الكامل بقى يحصل مثلا في نص الدوري ولا حاجه. لا، هم عايزين الاحتواء مش على مراحل، هم عايزين الاحتواء يكون كاملا من اول يوم. حتى ان بعض المسؤولين في احد الانديه طلع يقول انا متفائل ان الاهلي تعادل مع فيوتشر، وده اول تعادل ليه، وده اللي حصل السنه اللي فاتت. هو في نادي في العالم بيفضل يكسب كل ماتشاته؟ احنا اعترفنا طبعا ان هناك تقصير فني من عندنا، ولكن الناس دي باصه بعين تانية، وهي ان التحكيم رغم اننا عندنا اخطائنا وكل حاجه، ولكن التحكيم لم يكن على المستوى خلال السنتين اللي فاتوا. وكان سبب رئيسي في الماتش اللي فات في التعادل. هتقول لي يا عم انتوا وحشين، يا عم احنا وحشين، اديني حقي وبعدين نبقى نشوف. اتعادلنا، اتغلبنا، كسبنا، ماشي، لكن اديني حقي الاول. ده في ضربتين جزاء في لعبه واحده، ولكن ما اتكلمناش وقلنا ان احنا وحشين فنيا، كان لازم نخلص الماتش ده من بدري. ولكن حضرتك نظرتك للتحكيم وتفاؤلك بالتحكيم لان اللي بيحصل عدم احتساب ركلتين للنادي الاهلي، فبالتالي كلكم متفائلين. وبعدين طالعين يقولوا ان في اعلامي معين هو اللي بيعين الحكام عشان كلاتنبرج مسافر. كل دي ضغوط بيتم ممارستها على التحكيم. خلي بال حضراتكم من اللي بيحصل، وارجو من الحكام ان هم ياخدوا من اللي بيحصل. احنا لما بتعملوا حاجه كويسه بنطلع نقول لكم حاجه، بس ما بنشوفهاش كتير الحقيقه، لكن لما بيحصل حاجه كويسه بنطلع نقول. فتلاقي حكم، يتم تعيين حكم معين يقول لك ان هو بيكره النادي. بيكره النادي ليه؟ ليه بيتقال كده؟ ليه؟ علشان في المباراه يبقى حاطط في دماغه هذا الامر، ان المسؤول الفلاني بيقول ان انا بكره الحكم، او ان الحكم ده بيكره النادي بتاعهم. فايه وهو بيحسب ضرب الجزاء، يحسب مش عارف ايه. ده نوع من انواع الضغط اللي بتمارس على التحكيم خلال هذه الفتره. ويتقال مثلا ان فلان الفلاني ده بيحب الاهلي فيتم تعيينه، ده ضغط على الحكم، لانه لما بيتقال ان الحكم ده بيحب الاهلي فبيجي على الاهلي. يا فندم، احنا اي حكم في العالم، اي حكم في الدنيا، اي حكم بيحكم مباراه للنادي الاهلي، من فضل حضرتك لا تنظر لاي شيء. لو النادي الاهلي له ركله جزاء احسبها، لو عليه احسبها. أمين عمر الماتش، كابتن أمين عمر الماتش اللي فات ضربة جزاء واضحة لعلي معلول في مباراة اللي فات فيوتشر، وواحدة تانية لشادي حسين. خلينا نتكلم عن بتاعة علي معلول اللي هي واضحة لكل الأهلاوية، لكن الكلام اللي بيحصل ده الغرض منه الضغط على التحكيم بدري علشان يعود الاحتواء كاملا. مش عايزين المراحل، واحنا لسه هنخش في مراحل يا الاحتواء كامل يا بلاش. ليه؟ علشان الضغط اللي على التحكيم ده يفضل ضغط التحكيم، وحاطط التحكيم تحت ضغط كبير جدا علشان يحكم له ويحكم للانديه اللي ضده. والحقيقه برضو انا عندي، انا اسف ان انا هقول هذا الكلام، لكن انا عندي علامه استفهام كبيره جدا على ما يحدث من اتحاد كره القدم. لا يوجد اي تعليق من اي مسؤول في اتحاد كره القدم اتجاه التحكيم والهجوم على الحكام. وحضراتكم فين؟ اما يتقال ان اعلامي معين هو اللي بيعين الحكام، هو حضراتكم ساكتين ليه؟ ده بيتم التشكيك في نزاهه التحكيم. واول ما احنا نتكلم كلمتين تلاقي التليفونات، يا عم اسلام، يا كابتن مش عارف ايه، والنبي، الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. سكوت مسؤولي اتحاد كرة القدم هو سكوت غريب ومريب.
يا أستاذ جمال علام، حضرتك رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة الحكام تحت إدارتك، أنت فين؟ يا كابتن حازم إمام، يا كابتن محمد بركات، يا كابتن حازم إمام تحديدًا، هو مش حضرتك مسؤول عن تطوير التحكيم وتعاقدت مع كلاتنبرج؟ هو حضرتك ساكت ليه؟ يا أعضاء اتحاد كرة القدم، من فضلكم، في تشكيك وضغط على التحكيم، أنتوا معانا ولا مشغولين؟ الحقيقة تساؤلات كثيرة جدًا مش لاقي لها أي إجابات. الإجابة الوحيدة اللي أنا بشوفها إن مسؤولي اتحاد كرة القدم ساكتين، محدش بيتكلم. هي الرياضة المصرية دي من الواضح إن هي بتدار بالصوت العالي. عايز تعمل حاجة اقعد علي في صوتك. النادي الأهلي ما بيعملش كده، النادي الأهلي دائما ما يكون بيتبع الأساليب المحترمة في هذا الأمر. إحنا صوتنا مش عالي لكن نعرف نعليه بالمناسبة. ده حتى رابطة الأندية بيكون في تفرقة. إمبارح طلعت قرارات بغرامة على جماهير ناديين بسبب السباب الجماعي يعني. طيب مش هو ده نفس السبب اللي حضرتك كرابطة مش إسلام قررت منع بعض جماهير الأهلي من الدخول مباراتين؟ هي المعايير إيه؟ بتختلف ليه؟ هو في حاجة يا جماعة؟ محد يقول لنا. إمتى يكون هناك عدالة؟ كلنا استبشرنا خير برابطة الأندية، لكن بلاقي تصرفات غريبة وقرارات مريبة برضه تفتقد العدالة. بتلاقي حد فوق، يعني الميزان عمره ما بيبقى واحد، دايما يتقال لك المساواة حتى في الظلم فهي عدل. لكن امبارح بيتم عقاب فريقين ان هما سبوا سباب جماعي، ولكن ما فيش مشكلة، ما حدش اتعاقب. يمكن ده حماس مش شغب. مش هنسى الجمله دي. الحقيقه الواحد بيسمع جمل في مصر في كره القدم المصريه بشكل غريب جدا. قال لك اصل ده حماس مش شغب. فيمكن ده حماس مش شغب. عند الاهلي شغب، عند اي حد تاني حماس. مش كده يا جماعه؟ مش كده، لازم يكون في عداله. العداله هتخلينا كلنا نبقى ساكتين، هنحط حتى لو يعني انت حضرتك في الفريقين اللي سبوا امبارح واول امبارح، حضرتك لو كنت وقفتهم ما كانش حد فينا، بالعكس كنا طلعنا سقفنا، او وقفت الجمهور اللي من ناحيتهم كنا طلعنا كلنا سقفنا. ولكن للاسف الشديد ميزان العداله بايظ في كره القدم المصريه، ميزان بايظ. كل واحد بيشتغل بمزاجه، كل واحد بيشتغل بلون الفانيلا. مش عارف الواحد والله بجد، يعني بنحاول ان احنا نبقى نمسك نفسنا على قد ما نقدر، ولكن بهذا الشكل وبهذا الاسلوب حرام عليكم والله. ضغط على الحكام علشان يحكم ضد ان النادي الاهلي يبقى ليه ركلتين جزاء؟ لا انت، انا مش حسبت لك واحده، ده انت تبوس ايدك وش وظهر ان انا حسبت لك واحده.